toi. C'est ça, c'est ce qu'on va faire le soir. Et t'as rien le soir. النهارده هناكل ان شاء الله باذن الله شابتر اسمه ميجرمنت اوف ذا هيلث. خلصنا امبارح الديموغرافي، النهارده بقى باذن الله ميجرمنت اوف هيلث. اول ما تقابلنا في اول حصه زمان قلنا الطرد بتاع الكوميتي الجنرال هيلث، سؤال تو ميجر هيلث ان ا بيرسون سهله، هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن، صح؟ انا قلت زمان جالك عيان في العياده عايز اعرف عيان ولا سليم، خد منه هيستوري اعمل له اكزامينيشن اعمل له انفستيجيشن. النهارده انا مش بتكلم على ميجر اوف ذا هيلث ان ا سورت اوف بيرسون، انا بتكلم عن ميجر اوف ذا هيلث ان ابوم يوني بي اندر. سؤال اعرف ازاي، عايز اقتراحات من حضراتكم، اعرف ازاي اذا كان المجتمع ده صحته كويسه ولا صحته وحشه؟ عن طريق ايه؟ يعني الموربيتي ريتس. قال لي هميجر الموربيتي، اشوف الامراض في المجتمع قروي واحد اثنين. مورتاليتي بالظبط، الوفيات اخبارها ايه؟ والحاجه الثالثه اللي هقول لحضراتكم عليها اسمها فيرتيليتي. فيرتيليتي اللي هي الخصوبه. فيرتيليتي الخصوبه عندنا. يبقى هميجر ثلاث حاجات موربيتي مورتاليتي اند فيرتيليتي. تفهم؟ طيب. هي حصه النهارده كلها بتكلم عن ثلاثه دول. حصه صغيره جدا سهله جدا. ثلاث كلمات بس موربيتي ريتس مورتاليتي ريتس اند فيرتيليتي ريتس. اعتقد هي حصه سهله. قبل ما اتكلم عليهم بص معايا السبوره، حط شويه ديفينيشنز في الاول ونقول احنا بنسمي دول على فكره باي ذا واي بنسميهم فايتال ستاتستكس. والسؤال للناس الشطار، الستاتستكس احصائيات، فايتال الحاجات الاسنشال، ولو انتم شايفين ان دول اسنشال فور ميجرمنتس موربيتي ومورتاليتي اند فيرتيليتي. طيب ناخد شويه حاجات في الاول، ايه الفرق بين كلمه ريت وكلمة ريشيو وبعدين كلمة بروبورشن؟ ايه الفرق بين كلمة ريت وكلمة ريشيو؟ طب خلينا في ريت ريشيو يمكن هما الأشهر، ايه الفرق بين كلمة ريت وريشيو؟ ريت حاجة بير نمبر يعني بير 1000 أو يعني بير 100. لا طب خلينا نتفق معاك على حاجة. ريت هو بارت على بروبورشن. ريشيو بارت اوف بارت. بارت تو ابارت. سهلة كده؟ إذا لو كان جزء من الكل اسمها ريت، لو بارت تو ابارت اسمها ريشيو. أديكوا إكزامبل. قسمت مجموعتكم على سنة رابعة، ريت ولا لأ؟ أيوه ريت. ريت. ليه؟ لأن كنتوا جزء من سنة رابعة. طيب لو قسمت سنة رابعة على سنة خمسة. لا ده ريشيو. ليه؟ بارت على بارت. بس خلي بالك من حاجه، عايزين نتفق مع بعض على حاجه في الستاتستكس. الستاتستكس از لوجيك. بنقول دايما معلومه جاربج ان جاربج اوت. يعني دخلت معلومات غلط تطلع نتيجه غلط. فلذلك لما نطلع بريت او ريشيو لازم الحاجه تقسمها على حاجه يطلع ليها معنى. فلما قسمت رابعه على خمسه ميك سنس. ليه؟ لان سنه رابعه لما قارنها بسنه خمسه مين افضل بالنسبه لي رابعه ولا خمسه؟ صح؟ ميك سنس ولا اوكي؟ يبقى ميك سنس وقتها. فدايما بقول لما تقسم حاجه على حاجه هتكون حاجه ليها علاقه بيها. انا دايما بحب استخدم مصطلح لما تقسم على الاول يا رب تفهم الكلمه دي ركز معايا، بقسم على الاكت ريسك اول. يعني ايه اكت ريسك اول؟ واحد بيقول لي مره لو قسمت الطلبه بتوعكم او مجموعه الراوند على سنه رابعه اتس ريت ميك سنس. ليه؟ لان اشوف انتوا شطار بالنسبه لرابعه ولا لا. طب قسمت المجموعه بتاعتكم على جامعه القاهره كلها ريت ولا مش ريت؟ ريت في الاخر برضه باي ذا واي اتس ريت لان كنتوا برضه جامعه القاهره كلها. بس السؤال هتسميها ايه؟ فدول مش الاتريسك بالنسبه لي. فلما تقسم على البول يكون الاتريسك بالنسبه لي صح ولا غلط؟ يبقى حاول دايما تفكر اللوجيك ان البول يكون ريليتد فعلا ليه مش البول الكبير بمعنى اخر. عارفين لو كانت الدنيا كده كنت قسمت كل اي ريت في الدنيا على الشعب المصري. ما هو اي حاجه تطلع معاك تطلع جسم هتبقى جزء من الشعب المصري. بس السؤال نوت ميك سنس ان مش كل حاجه بس محتاج تقسمها على الايه؟ على الشعب المصري يعني. طيب في الريتس عندنا بستخدم حاجه اسمها كرود ريت وحاجه اسمها سبيسيفيك ريت. الكرود ريت
بقسم اي حاجه هقسمها هتقسم على الاول بوبوليشن سبيسيفيك من اسمها هتقسم على سبيسيفيك بوبوليشن ادوني درام. قسمت الناس اللي ماتت من تي في على كل الشعب المصري تسلم ليك يا قسمت الناس اللي ماتت من تي في على الشعب المصري يبقى ده كرودريك. طب قسمت الناس اللي ماتت من تي في على الوفيات بس يبقى ده سبيسيفيك يبقى نقسمها او فهمت قصدي يبقى نقسمها على سبيسيفيك جروب عندنا يبقى قسمت على الانتاير بوبوليشن ده كرودريك. كرود بالعربي يعني نون سبيسيفيك يعني حاجه مش سبيسيفيك عندنا فبالتالي بقسمها على كل البوبوليشن. تمام؟ طيب في مصطلح هنستخدمه كتير اسمه من year population أو July الفيرس أو July اللي هو total population بتاعه اللي هو إجمالي الشعب المصري هو 99 مليون أو 95 مليون بنسميه من year population عشان بعيد السكان اللي الفيرس أو July صح. طيب أخيرا أي ريت أو أي ريشو هتكلم عليه عايزين نتفق مع بعض على حاجة ان اي ريت او اي ريشو هحسبه لازم يكون ان سيرتن يير اند لوكاليتي صح ولا غلط. ممكن تحسب ايه البيرث ريت امتى سنه كام سنه 2017 فين في مصر السعوديه فين صح ولا غلط. طيب هنقسمها على اي حاجه لازم اقسمها على الحاجه ان ذا سيم يير اند لوكاليتي. قسمت عدد مواليد مصر 2016 لما اقسمهم اقسمهم على سكان مصر فور اكزامبل او اقسمهم على وتفرح تقسمهم على ايه؟ لازم اقسمهم على سكان مصر فين؟ في نفس السنه منطقي صح ولا غلط؟ نونسنس خالص نقسم عدد مواليد في مصر 2016 على عدد سكان مصر 2017 نونسنس. يبقى لازم اقسمهم على عدد السكان في نفس او اقسمهم لو تفرح تقسمهم على ايه؟ بس الناتشورال بوبوليشن في نفس السنه. اوكي؟ طيب حضرنا في كونستنت الكونستنت قد يكون 100 قد يكون 1000 قد يكون 100,000 الكونستنت ده اهميته فور ذا ماث نوت فور ميديكال امبورتنس. يعني هيطلع معاك الرقم كام؟ لازم الرقم هيبقى معاك بوينت حاجه 0.002.003 وات ايفر القصه ايه. فحسب الفرق بينهم بين النومينيتور والدومينيتور او البسط والمقام هيطلع بوينت معاك حاجه. لما اضربها في 1000 بدل ما اقول 0.002 هقول 2 في 1000. اوكي يبقى هدفها بس جاست انها تحول الرقم بس سهل فور اكسبريشن. اتفقنا؟ نقول مع بعض ان الجزء ده ثابت في كل المعادلات لغايه اخر السنه. كل المعادلات النهارده هقول الجمله دي. خلاص؟ يبقى انا هديك المعادلات النهارده باذن الله، اي معادله هديها لحضرتك لازم او حضرتك لازم نتفق مع بعض ان كل حاجه تبقى انسورت هي لوكابي هنقسمها على اي حاجه بتبقى انسورت هي لوكابي وتضربها في الكورسات بتاعتها 100,000 او 100,000 حسب الفرق بين الوسط والمقام. اتفقنا؟ سهل المقدمه دي. طب وسؤالي قبل بس ما ادخل في المعادلات الموربيتي والموتاليتي والفرتيتي ايه اهميه الفايتال ستاتستكس اساسا؟ انا ليه بستخدم معادلات؟ ليه بقعد اغلب نفسي واجمع داتا والقصه دي؟ على فكره المعادلات اصعب حاجه فيها للامانه هي الداتا. صح؟ لما انت قاعد حد يقول لي في التكييف وتقول لي اصل البيرث ريت هي المواليد على عدد السكان. جميل. اجيب المواليد ازاي؟ ايه عدد السكان؟ محتاج تجيب ومحتاج عدد السكان اجيبه ازاي؟ انا قعدت اعمل في سنسس قد ايه امبارح؟ صح؟ فلذلك الحصول على الداتا يبقى سهل مش سهل عشان كده بستخدمها ليه؟ اول حاجه تؤسس الكونديشن اوف ذا كوميتي صح ولا غلط؟ اثنين ديبندنج على الكونديشن تعمل ثري تشينجز وبالتالي تحطها بلان فور بلاننج بتاعتك او البيز لاين فور بلاننج. يعني النهارده عايز اقول النهارده انا بكنترول الهيباتايتس بي ولا الهيباتايتس سي ولا لا؟ هتقول لي هكنترول ازاي؟ الاول احسب لي نسبه الانتشار في البلد وبعدين كل فتره السوي وشوف المعدل بيزيد او بيقل او بيظل زي ما هو سابق. ثلاثه ممكن تستخدمها فور كومباريزون اوف ديفرنت كانتريز صح ولا غلط؟ عايز اشوف عندنا. عشان كده لما قلت لكم ان بعض البلاد انديميك وبعضها مش انديميك وبعضها المرض منتشر وبعضها مش منتشر كان حسب المعادلات صح ولا غلط؟ والحاجه المهمه بستخدمها في كل الريسيرشز اللي جايه الحصه الجايه واللي بعدها ان شاء الله باذن الله. يبقى دي عندنا دي استخدامات الفايتال ستاتستكس عندنا. تعالوا مع بعض تعالوا نشرحهم واحده واحده. انا شرحت لك مجموعات موربيتي ريتس موربيتي ريتس فيرتيتي ريتس. موربيتي اللي هي اللي الاعراض. هتكلم اول حاجه على الموربيتي ريتس. انا نفسي تبصوا معايا السبوره اللي انا بقوله كله موجود في الكتاب مفيش حاجه انا بقولها غير عن كده بس عايز تفهموا معايا الموضوع. دايما فكر في حاجه ان الاستاتستكس از لوجيك. انا مش عايز احفظ المعادلات عايز افهمها. حد يقول لي
مرضيه مين؟ عايز اقيس الامراض، اقيسها ازاي؟ عدد الناس اللي عندهم المرض دوت. ايوه عدد دوتر، عدد الناس اللي ممكن هو كلام محترم قوي، الكلام ده كلام محترم قوي. قال لي عايز الناس العينين، ما هو منطقي، اصل انت لو بتدرس المربين تريد عايز الناس العينين، طب لما اجي في المرتاي تريد عايز الناس، لما اجي في الفرديه تريد اللي هي الخصوبه البرد المواليد، الموضوع سهل جدا. النيومونيتور ساحب ما فيهوش مشكله، واضح. هو بيقول لك احسب المربين تريد، تقول لي عايز العينين، صح؟ على ايه بقى؟ كمل، قلت لي على ايه؟ الناس اللي ممكن تجي. يعني خلي بالك من حاجه، هو كان ممكن يقول لي كلمه وكانت تعدي عليكم، كان ممكن يقول لي على التوتال بوبليشن، صح ولا غلط؟ لكن هو رجع فكر قال لي بس حضرتك انت في اول حصه قلت لنا لازم تكون احنا الايه؟ الاتريسك. الكلام ده محترم جدا. فلذلك انا هقول لك على حاجه، هتقول لي عدد المرضى النمبر اوف ديسيز بيرسونز، انا هكتب اللي انت هتقوله خلاص. النمبر اوف ديسيز بيرسون، كملوا المعادله لوكالتي على التوتال بوبليشن، احنا سميناها ايه؟ الميديير بوبليشن. بس انت خلي بالك، انت قلت لي حاجه، انت ما قلتليش حاسب على كل البوبليشن، قلت لي حاسب على مين؟ اتريسك. على اتريسك. على فكره ممكن يبقى اتريسك التوتال بوبليشن باي ذا واي زي الانفلونزا، لكن لو مرض زي البيبر سيبسس مين اتريسك بالنسبه لي؟ بس ستات الحوارج، بس لو بوليومارايتس يبقى اذا انت ذكي. على فكره هو ذكي، هو قال لي الميديا بوبليشن اتريسك وسكت وسابني خبطني في الحيط، قال لي اتصرف بقى شوف مين اتريسك. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى لغايه دلوقتي المعادله سهله جدا جدا. قال لي عدد الناس اللي جالهم المرض في سنة معينة في مكان معين على كل الناس اللي ممكن يجيلهم أو هم الميديا بوبوليشن ات ريسك في نفس السنة ونفس المكان. ما فين الكلام اللي قاله؟ حد معترض؟ تايمز 100 تايمز 100 وات ايفر القصة يعني، أو 100,000. هكمل معاك السؤال، هسألكوا سؤال بقى صعب عليكم الموضوع شوية. عايز العينين الجداد ولا الجداد؟ عايز استخدم القدام ولا الجداد؟ قدام ولا الجداد بالنسبه لايه؟ السنه اللي انا بدرس فيها، انا بدرس في 2016 صح ولا غلط؟ هو الطب قلنا فيه امراض اكيوت وامراض كرونيك. الاكيوت اللي هي بتحصل وبتخف خلال 6 شهور، فهتيجي وتخف خلال السنه 6 شهور او اقل. الكرونيك هو مرض عادي معاك. فاذا معناها ايه؟ ان انا ممكن وانا بقيس في 2016 وفجاه ان انا بقيس الدايابيتس، بقيس اللي جالهم الدايابيتس السنه دي، وبقيس مين كمان؟ اجاباتك السنه اللي فاتت ولا لا لسه بتعدوا معايا السنه دي؟ طب اعمل ايه؟ اقيس الجداد ولا لا؟ دي حاجه ودي حاجه. اه دي حاجه. فانا محتاج اقيس ايه؟ محتاج اقيس الجداد، يبقى نيو كيسز. اكمل الديفينيشن عادي بقى، نيو كيسز اوف ا سيرتن ديزيز سيرتن لوكالتي على الميديا بوبليشن ات ريسك ان ذا سينيور لوكالتي. او اقيس التوتال النيو زائد الاولد. اقيس كل الناس. اكمل كل الديفينيشن عليه ده. يبقى قدامك اقتراح من الاثنين، يا تقيس الجداد بس، يا تقيس الجداد والقدام كل الناس الدايابيتكس. يعني انت بتقول لي النهارده اذا قدامك اختيار من الاثنين، يا تقيس لي الناس اللي جالهم سكر السنه دي بس يبقى نيولي ديسكفر كيسز، يا تقيس كل الناس الدايابيتكس سواء السنه دي او السنه دي. موافقين؟ طيب دي بنسميها انسلنس ريت، بنسميها ريفيلنس. على فكره الاسامي المحيه، الانسنس ريت عارفين بالعربي يعني ايه؟ معدل حدوث اوكيرنس، عشان كده نيو كيس بريفيلنس انتشار. توتال كل الناس اللي موجوده، صح؟ فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ سهلين؟ طب ممكن اسالكم سؤال الاذكياء فقط، المرض الاكيوت احسب له انسنس ولا بريفيلنس؟ انسنس. بس ليه ما احسبلوش بريفيلنس؟ اكيوت ما لهوش كرونيك اصلا. طب المرض الكرونيك احسب له انسنس ولا بريفيلنس؟ بريفيلنس. احسب له الاثنين صح ولا غلط؟ يعني ممكن اسالك سؤال في الدايابيتس وهو ايه؟ كام حاله السنه دي بس؟ او كام واحد دايابيتك في مصر عندنا؟ طب ايه اللي انا استفدته بالاثنين؟ ترى لو في امبروفمنت على السنه قبلها والخارج ده لو استخدمت مين؟ لو استخدمت الانسيدنس صح ولا غلط؟ ان انا النهارده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى البريفيلنس عالي، ليه عالي؟ يعني لان كان القديم عندك كتير جدا وما كانش عندك كنترول مثلا زمان، لكن لما الانسنس لما البريفيلنس قل ده يديك انديكيشن انك انت ايه؟ بتحسس. بس البريفيلنس عالي دكتور انا هعمل ايه؟ ما دي كانت موجوده قديمه ولسه موجوده صح ولا غلط؟ عشان كده محتاج اقيس ايه؟ الاثنين. العكس
لو البريفيلنس قليل والانسنس عالي ده في مشكله. انا مشكله السنه دي من مرات عمره قليل، ايه اللي حصل لك السنه دي؟ في مشكله كبيره ظهرت السنه دي، عشان كده محتاج اسمه ايه؟ فهمتوا عندنا؟ فهمتوا الفرق بينهم؟ يبقى ده الفرق بين الانسنس والبريفيلنس ريت. اسالكم سؤال بقى للناس الشطار، وات اف ذا فاكتورز افكتنج انسنس ريت؟ ايه اللي زودوا او يقللوا؟ ايه اللي يخلي مرض الانسنس ريت بتاعه زايد في سنه؟ او في سيرتن كوميونتي او يقل؟ مرض ايه المرض تتكلم عنه؟ تتكلم عن سيرتن ديسيز ما بتتكلمش. ابيدامكس مرض جديد اصلا. المثلث صح ولا غلط؟ اللي حصل تغيرات في الايجنت هوست انفيرمنت صح ولا غلط؟ ده اللي يخلي المرض يزيد او يقل. ان انا كنترولينج حاجه معينه او بالعكس حصلت مشكله في حاجه معينه حصل ابيدامك او ديفر. اثنين انفكتيفيتي. يعني ايه انفكتيفيتي؟ بقى معدي اكتر صح ولا غلط؟ فاكر لما قلت لكم الفاريسيلا؟ اتنين كده اللي بيعدي جنبك بيجي له فاريسيلا. التي بي لا محتاج لونج اكسبوجر. يبقى كل ما كان المرض ليه انفكتيفيتي اعلى كل ما كان المرض هينتشر اسرع. ثلاثه افيلابيلتي اوف بريفنتيف اوف فاكسين ميجرز. يعني ايه الكلام ده؟ لو المرض ده ليه فاكسين فاكر. اسالكم سؤال، البوليو في مصر النهارده اخباره ايه؟ الانسنس ريت بتاعه ايه؟ زيرو. ليه قل لغايه ما وصل زيرو؟ لانك انت عندك بريفنتف ميجر وعندك فاكسين افكتف صح ولا لا؟ فكل ما المرض كان ليه بريفنتف ميجرز اكتر وكان ليه فاكسين افكتف اكتر كل ما الانسنس عندك تقل. افيلابيلتي اوف تريتمنت كل ما كان المرض ليه علاج اكتر. اصل العلاج ده مستوى ايه؟ بيقلل لك البريفنس الاول كمان. لا ده لو حتى بتكلم حتى في اكيوت العلاج مستوى عنها هيكف مش هيدي لحد تاني مش هيدي لحد تاني اند سو اون فالمرض هيكف عندك. اوكي؟ يبقى دي عندنا بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للانسنس ريت عندك. طيب سؤال تاني، ايه اللي اثر في البريفلنس ريت؟ كل اللي اثر في الانسنس ريت هياثر في البريفلنس ريت. منطقي ولا لا؟ ما هو جزء منه اصلا. ما هو هو البريفلنس كان نيو الاولد، هو كده كده اصلا داخل عندك النيو. طب ازود عليه في ايه تاني؟ الديوريشن اوف ذا الليس. ديوريشن؟ يعني ايه الديوريشن اوف ذا الليس؟ او الديوريشن اوف كورونا سيستم؟ ايوه كام سنه؟ ايوه تفرق في ايه المرض لو قعد كورونيك فتره اطول؟ كورونا عادي. البريفلنس هيعلى معاك، ليه هيعلى معاك؟ كل شويه هيكملك لحد ما كل شويه. فكل ما كان المرض ما هو امراض الكرونيك مش كلها بتقعد طول العمر، في منها بيقعد سنتين ثلاثه اربعه خمسه، في منها بيقعد طول العمر. كل ما المرض مدته طولت كل ما يحصل معاك في البريفلنس اكتر. طيب ثلاثه افيلابيلتي اوف ذا تريتمنت، ودي عايزه واحد او في ثالث ريت الاول في ثالث خطوره المرض هتقلل البريفلنس. كل ما الفيتاليتي زادت البريفلنس ايه؟ قال ليه؟ الكيس بتموت اصلا، الناس هتموت بتخرج من معادله البريفلنس. طب الحاجه الصعبه بقى افيلابيلتي اوف ذا تريتمنت اللي هيقولها لي يبقى ذكي قوي. افيلابيلتي اوف ذا تريتمنت كل ما كان المرض الكورونا جالي علاج يزود ولا يقلل البريفلنس؟ يعني عايز واحد ذكي بجد. اه ممكن على حسب المرض. أيوة. ممكن لو مثلا يخليه يعيش اكتر. اكسلنت اكسلنت. بتقول ايه؟ حسب التريتمنت ده هدفه فور كيور ولا كنترول؟ يعني ايه كيور او كنترول؟ يعني حضرتك انت لو بتدي المرض العلاج ده عشان المرض يخف اعمل ايه في البريفلنس؟ هيقل انا هخف بخرج من المعادله. لكن لو هتستخدمه فور كنترول فهتزود البريفلنس. ليه؟ لكن انت مش هيموت ويعيد زي الدايبيتس هايبرتنشن. هو انت لما بتدي علاج الدايبيتس في هايبرتنشن عشان يخف؟ لا انت بتديله ايه؟ عشان الكنترول فيعيش اكتر فمفيش كومبليكيشن اكتر صح ولا غلط؟ على عكس مرض تاني انت ممكن تديله علاج التي بي ليه في الاخر؟ لان بعد سنه ايه اللي هيحصل؟ هيخف فيخرج من البريفلنس. اكسلنت. يبقى حسب الافيلابيلتي اوف ذا تريتمنت هدفها كنترول اوف ذا اوت. اتفقنا؟ سهله كده؟ خلصنا اول مجموعه دول موربيتي سهيل ولا صعبين؟ سهيل ولا صعبين يا جماعه؟ دول موربيتي ريت سهله. خلصنا ادي تلت الحصه خلص. شوف الحصه صغيره ازاي؟ حصه سهله جدا. هي صفحه وربع بس لا دي مش صفحه وربع، دي واحده من ثلاثه. احنا خلصنا الموربيتي. تمام. خلصنا واحده من ثلاثه. نخش في الثانيه عندنا اللي هي مين؟ مورتيتي. مورتاليتي اللي هي ايه؟ مورتاليتي اللي هي ايه يا جماعه؟ الوفيات الدفز. مورتاليتي الوفيات. وهنا هديك الديث ريت. مين هيقول الديث ريت؟
عايز واحد شاطر سهلة جدا جدا. ايه الديث ريت؟ ها الناس اللي ماتت يبقى توتال ذا فيست كامل الديفينيشن. بس لو انت شاطر انسيت ان هي اندوكايتي على الميديا بوبليشن. انا ما مش هستخدم مصطلحك النهارده اللي هو الاتسك كلنا. انا مش هستخدمه. ليه مش هستخدمه؟ اي حد ممكن عشان كده مش هستخدم الاتسك. اوكي لان احنا كلنا لايف ولا ديث. طب المعدل ايه تبقى ايه؟ تبقى كروت ديث صح ولا لا؟ ليه كروت ديث؟ عشان انت التوتال بوبليشن. فدي اسمها كروت ديث ريت. طب ما دام في كروت ديث ريت يبقى في عندي حاجه اسمها سبيسيفيك ديث ريت. واسال الناس الشطار ايه هدف السبيسيفيك ديث ريت؟ خلي بالكم الكروت ديث ريت ممكن تبقى خادعه. ليه خادعه؟ لو المعادله عاليه او قليله مش هتديني انديكيشن قوي. ليه؟ اسباب كتير. قصدك ان اللي ماتوا اطفال ولا رجاله ولا الناس اللي في القاهره؟ يعني قصدي حدد لي سبيسيفيك عشان اعرف اكونترول القصه. هو لما تقول لي النهارده ان المورتاليتي ريت قليله ممكن تبقى قليله بس مثلا في الاطفال عاليه، ممكن تبقى قليله بس في سيرتن مدينه عاليه. فخليني اتكلم سبيسيفيك اكتر عشان اقدر اقول لك القصه ايه عندنا. زي لو واحد قال لك والله حسب كليه الطب متوسط للناس اللي بتجيب 80%. كويس، رقم الجنرال مش بطال. طب ما تدرس لي كل دفعه لوحدها، كل سيكشن لوحده عشان اقدر اعرف ايه الشطار دول فعلا ولا دول مش شطار، لان كنت خدت افريج في الاخر عندها. فانا عايز اخد سبيسيفيك ديستريكس. ناخد سبيسيفيك ليه بقى؟ سبيسيفيك ديستريكس حسب ايه؟ حسب الايه مش ها انتوا اخترتوا حسب ايه؟ ايج جروبس ديزيز السكس الكوز قصدك لوكيشن اريا لوكيشن. براحتك خد بقى سبيسيفيك ديستريكس حسب اي حاجه انت عايزها. خلاص ناخد اول واحده الايج. اوكي ناخد اول واحده الايج. وانتوا عارفين ما اعرفش تعرفوا معلومه ولا لا ان سبيسيفيك ديث ريت في مصر الحمد لله بدا يقل. عارفين الكلام ده؟ او ايه الفاكتورز اللي افكت الكروت ديث ريت؟ اسف ايه الفاكتورز اللي افكت عموما الكروت ديث ريت في اي بوبوليشن؟ ايه اللي بيزود او يقلل الديث ريت عموما؟ الهيلث اديوكيشن الهيلث جنرال هيلث عموما. يبقى جنرال فاكتور في الهيلث عموما. ايه تاني؟ سبيسيفيك كوزز اللي هي ايه؟ الأمراض المنتشرة والحوادث وأنسون. ثلاثة الـ age structure population. age structure معدل كيما على وجيز لو بيزيدوا في population متوقع إن هم الناس هتبقى عالية عشان دول هم بيموتوا أساسا صح ولا غلط؟ أو في بعض الـ communities الأطفال بتموت أعلى. أو special disaster يعني حصل إيه؟ حرب زلزال حرب أو whatever القصة إيه؟ أو الـ health service in general. ما عندناش vaccine، ما عندناش prevent program، ما عندناش أنسون. اتفقنا؟ عموما عايز اخد معاكم الايج. افكرت بالرسمه دي مش عارف حد فاكرها ولا لا. ايام الام سيتش فاكرين الرسمه دي؟ طب ادوني احساس ان كنتوا فاكرين. مثلوا ان كنتوا عارفين. افتكرتها. اسمه اول شهر اسمه ايه؟ من شهر لسنه. أول أسبوع أول سنة على بعضها اسمها إيه؟ الأم فات. من سنة لأربعة اسمها إيه؟ لا من واحد لأربعة بريسكول بيسموها أون تو فور. من زيرو تو فايف أندر فايف أندر. من 28 أسبوع لغاية سنس بيرث لو مات في الفترة دي اسمه إيه؟ استبدال. لا مختلف يبقى اسمه استبدال. طب من 28 اسبوع لغايه اول اسبوع في الولاده. بيري حاوله يبقى فتره قبل فتره بعد. فاكرين الكلام ده؟ في ال هو في الكروت ديث ريت بتحط ال نيو بيرث السنه بتتحسب. يعني حاسس ان الاستيميشن بتاع الديث ريت هيكون اقل من الاكشوال. ليه؟ ما هو النيو بيرث اللي موجودين النهارده عدد الوفيات النهارده. صح. اوكي؟ طيب فاكرين الكلام ده لو ولا عيلته تاني؟ لا لا فاكرين؟ طب ممكن اسالكم سؤال؟ ايه الفرق بين كلمه لايف بيرثس ستيل بيرثس وتوتال بيرثس؟ ايه الفرق بين الثلاثه؟ توتال بيرثس الاثنين اتولد ميت
اللي هو من الاسبوع الكام في ستيل بيرث 28 ليه 28 اسبوع؟ طب لها يبقى هو في الفابريتي اللي هو لو نزل كمان يبقى 10 تولي يبقى مليون ومن قبل كده لو مات البعيد ابوش خلاص مات. طيب انت قصدك ستيل بيرث ايه؟ الولد اتولد للدنيا ميت يعني ما شافش الدنيا اصلا ضيف بقى تعد تولد عايش تعد كمل بعد اول اسبوع يعني لا الولد عايش مات بعدها قد ايه؟ احنا كلنا كنا لايف بيرث صح ولا غلط؟ لايف بيرث ديسكريبشن نزل الدنيا عايش مش مده يعني ما حدش يقول لي مده شهر ولا اسبوع لا هي مش مده هو كون الطفل نزل عايش يبقى تمام هو لايف بيرث لايف بيرث انت مواليد سنه كام؟ 96 يبقى انتوا لايف بيرث سنه 96 بنت يبقى انتوا لايف بيرث سنه 96 اتولد في سنه 96 في اطفال اتولدت كتير في علم بعدين بالنسبه لي بعد سنه مات بعد 100 سنه في الاخر هم لايف بيرث في وقتها فبنقص ازاي؟ يعني لما اجي احسب عندنا سنه 96 المعادلات الديث ريت احسب لايف بيرث في مواليد السنه دي اللي هم 96 اتفقنا؟ طب التوتال بيرث 200 صح؟ فلو اتفقنا ان احنا هننسى لحظات الفشتوينس عندي 100 ست حامل دول التوتال بيرث صح؟ لو قلنا الفشتوينس ماشي؟ عندي 100 ست حامل دول التوتال بيرث ال 100 دول ربنا كرمهم 80 جابوا اطفال عايشين و20 ماتوا منهم لعيال الحمل. فهمتوا الفكره ازاي؟ يبقى ستيل بيرث نزل ميت. لايف بيرث نزل عايش. توتال بيرث مجموع الاثنين. فهمتوها؟ حد ما اتلخبط معايا؟ طيب هناخد المعدات بقى. حد يملي المعدات ابدا بالنيونيت. نيونيتال مورتاليتي ريت. المعادله الثانيه بوست نيونيتال مورتاليتي ريت. المعادله الثالثه انفنت مورتاليتي مش دول ثلاثه جنب بعض. انا متعمد احط كل ثلاثه شبه بعض جنب بعض. نكمل اللي بعدها. بريس بول مورتاليتي سكول اندر 5 وادي اندر 5 مورتاليتي ريت. فاضل بعد كده ستيل بيرث بس يمكن دي الوحيده هي والبرينيتال اللي فيه ستيل بيرث مورتاليتي فيها ريت وفيها ريشو وبرضه البرينيتال مورتاليتي فيها ريت وفيها ريشو. اتفقنا؟ بصوا على الصبر ركزوا معايا يلا نبدا بيهم نيونيتال مورتاليتي ريت. النيومينيتور النيومينيتور فيهم كلهم سبب. طب حد يملي النيومينيتور في كل المعادلات. نمبر اوف ديز اوف يونيتس اللي هي لوكو سي او شهر يبقى الديز اوف يونيت اول اربع اسابيع اول شهر انسيرتي يير سيتي ريجارد هنا نمبر اوف بوست يونيتس ديز من شهر لغايه سنه سيرتي يونيتس لغايه هنا اول سنه الديز في اول سنه انسيرتي يونيتس لغايه طب ها سنه واربع سنين كل الديز ليه بقول ديز مورتاليتي انا بقول لك مورتاليتي انا بقول لك هو مورتاليتي يبقى ديث از 1 تو 4 ييرز ان سيرتن لوكيتي وين ديث از اندر 5 ان سيرتن لوكيتي وهنا الديث از من 28 اسبوع ستيشن حد اسبوع لغايه سنس بيرث ان سيرتن لوكيتي نفس الكلام هنا بالظبط سواء ديت او ليش وهنا هنا الستيل بيرث اسبوع بعد بس الفيرست ويك اوف طبعا ده فيس نميتهم في مشكله خالص اقسم عليه دول بيتقسموا على نفس الحاجه دول على نفس الحاجه بس واحد عايز اقسم عليه ما دام تو ريت يبقى اقسم عليه التوتال ايه؟ الاول التراسيس كلمه التراسيس ماشي التراسيس
هناك تحسب على التوتال بيرد كلهم اترز. توتال بيرد على اللايف بيرد لكم 20 ماجيك لايف بيرد على 12 شهور على خلاص نرجع ثاني على التوتال بيرد. فكر اقسم عليه، خلي بالك انا اتفقت معاك في الستاتستكس عايز رقم اوف سنس صح، يعني يطلع معاك الريشيو او ريت ليه معنى. اقسم عليه توتال. طب اقول لكم على حاجه، الناس اختلفت نقسم على التوتال بيرتس ولا اللايف بيرتس؟ ها لا ريت يعني لك ريت ها اقسم على اللايف ولا التوتال بيرتس؟ ايوه انت كلامك صح والله 100%، بس عايز الناس كلها تفكر. انت هو صح في اتنين صح، انا مستني بقيت الناس تفكر. اقسم على التوتال بيرتس ولا اللايف بيرتس؟ ليه لايف بيرتس؟ خلي بالك من حاجه، النيونيتال دول اللي ماتوا في اول شهر دول كانوا اصلهم ايه؟ اتولدوا عايشين اصلا صح ولا غلط؟ انا مش دعوه بالستيل بيرتس، ما تدخليش الستيل بيرتس في الموضوع ليه؟ دول ماتوا قبل انا ما اعرفهم اصلا صح ولا غلط؟ النيونيتال هو من بعد الولاده لغايه اول شهر، فهنا الطفل لسه بيكون اتولد صح ولا غلط؟ طب لو قسمت النهارده النيونيتال على اللايف بيرث ميك سنس بالنسبه لك ولا لا؟ ليه؟ ايه الميك سنس بالنسبه لك فيها؟ دي اسسمنت ليه؟ ها؟ بوستنيتال لا بوستنيتال يعني بعد للتشايلد هيلث كير في النيونيت صح ولا غلط؟ ما انا لو دكتور اطفال شاطر مش هنقدر هذا الطفل اتولد صح ولا غلط؟ يبقى خلاص خرجت الام من الموضوع صح ولا غلط؟ اتولد الطفل، مين اللي خلقه في الدنيا؟ دكتور الاطفال الشاطر. النهارده انت خدت كام طفل عايش؟ بص الارقام اللي قدامك 80. لو انت دكتور اطفال شاطر بعد شهر هلاقي معاك كام طفل؟ 80 برضو. يبقى لو مات منك واحد 2 3 4 ده اهمال منك صح ولا غلط؟ وكل ما يزيدوا كل ما معناها ايه؟ ان الشهر كير بتقل صح ولا غلط؟ يبقى انت مش واخد بالك كويس، مش بتعمل ايه رعايه كويسه صح ولا غلط؟ عشان كده فكره نيونيتال مورتاليتي. يبقى اسمع على ايه بقى؟ الله يبارك. اكمل؟ نسيت ان انت اوكي. طب وبص نيونيتال برضه لايف بيرث نفس القصه بالظبط، لان هم في نفس السنه لسه. طب والانفنت منطقي اسمع على اللايف بيرث. يوم واحد سألني سؤال، يا دكتور انت بتصعب علينا المهمه ليه؟ ما دام عندك انفنت مهتدي تريد ليه اديتنا النيونيتال والبوستنس؟ قلت اديتنا الانفنت وخلصت. ليه محتاج اقسمها؟ الاسباب اللي وفيات كمان. هاي اكسلنت. في تشارت هيفتي بروبلم زي ما اتكلمنا قلنا اسباب الوفيات في النيونيتال تختلف عن البوستنيتال. لان هنا كانت هيت للام فاكرين قلنا بريتيرن وريتيرن انوميليز وبيرث انجلز، لكن البوستنيتال بري سكول اسبابها مختلفه. لو قلنا جاسترونترايتس واكيوت سبايدر لايك انفكشن اند سو عشان كده كانت قصه مختلفه بالنسبه. فهمتوا الثلاثه دول؟ سهلين يا جماعه؟ طيب سهله قوي بقى البري سكول والاندر فايف دول سهلين جدا. يلا دي كلمه شويه قوي. البري سكول قاسم ايه على ايه؟ قسمت الدرس من واحد لاربعه قاسم على ايه؟ من سنه ل 16 ماي بوينت ذا سيم اند لوكاليتي تراجع اقسم. انا عايز اقسمهم على الاول بوبوليشن ات ريسك. دايما فكر في مين، عايز اقسم على كل الناس اللي ات ريسك. مين اللي ات ريسك؟ سهل قوي والله يا جماعه. يعني في البري سكول؟ ها العيال في البري سكول، العيال من 1 ل 4. ممكن اسالك سؤال تاني؟ لو عايز تقسم الديتس في القاهره بس مش مصر كلها اعمل ايه؟ عدد الوفيات فين؟ عدد الوفيات فين؟ في القاهره على في السنه دي معينه على الناس اللي عايشين دلوقتي في القاهره. الناس اللي عايشين في القاهره اللي هم سكان القاهره دلوقتي. طب في المهندسين بس نفس الكلام؟ نفس الكلام. اللي ماتوا في المهندسين على المهندسين بس صح ولا غلط؟ طب من 1 ل 4 اللي ماتوا من 1 ل 4 على ايه؟ على عدد الاطفال من 1 ل 4 اللي هم عايشين. دي اسهل واحده يا جماعه. متلخبطين فيها ولا اقولها تاني؟ طب واحد يقول لي طب ليه ما لفناش لفه البري سكول وقلنا اللايف بيرث والقصه دي؟ ليه ما ركبتش معاك اللايف بيرث يعني؟ عشان اللي مات قبل سنه انا مش عايز احسبها. هي مش في نفس السنه، هي كانت ماشيه معاك في النيونيتال والبوست نيتال ليه؟ مش نفس السنه. لانك انت كنت في نفس السنه ما كانش عندي مشكله صح ولا غلط؟ لكن انت مش في نفس السنه. العيال دي اتولدت امتى؟ من 1 ل 4. المولوده بقى لها قد ايه؟ سنه او اثنين او ثلاثه او اربعه.
التشكيل ما كانش ينفع معاك صح ولا غلط، لكن دول كانوا موجودين معاك النهارده فمفيش مشكله في نفس السنه. فهنا هنقسم على ايه؟ على الديفيس على الاول اطفال من 1 ل 4 انسيرت مين لوكيت ده سيميلر لوكيت. طب وليه الديفيس من اندر 5 برضه كل العيال اللي عندهم اندر 5 اللي عايشين طب ده سيميلر لوكيت فهمتوا؟ طب استيلبرت دي الوحيدة زي ما قلنا هو اللي هي والبريدكت اللي فيها ريت وريشو. وسألتكم سؤال ايه الفرق بين ريت وريشو وقلتوا لي ايه؟ ده الريت هو بارت اوف كنترول والريشو حاجة على حاجة هو يعني مش بارت اوف بارت اوف بارت. طيب مين يقول استيلبرت مديرية ريت وريشو؟ طب بصوا هنا قسمت الاستيلبرت على التوتال ريت ولا ريشو؟ ريت ريت. طب قسمت الستيل بيرث على اللايف بيرث؟ ريشو. منطقي ولا لا؟ كام في المية من العيال جم ستيل بيرث؟ ونسبة الستيل بيرث لايف بيرث كام بكام؟ 1 2 1 4 انسب. يبقى تاني لو قسمت لي التوتال بيرث بيرث ريت قسمت لي على اللايف بيرث بيرث ريشو نفس الكلام هنا قسمت على التوتال بيرث بيرث ريت قسمت على اللايف بيرث بيرث. عشان كده انا كنت متعمد ان انا اكتبهم ثلاثة كولمز عشان دول شبه بعض دول شبه بعض دول شبه بعض. لغاية دلوقتي حد متلخبط معايا؟ اللي عايز يصورها يصورها. فاكر كان في معلومات كنا سيبناها في تشايلد من هنا كنت ريت وقول بقى لما كنا هناك في ايام التشايلد زمان كنت هناخدها في الميجر من سوهاز من هنا كنت بقيت ريت وبص من هنا كنت بقيت ريت الدنيا صغيره تقول كلام ده بيجي في الامتحان طبعا جدا جدا خايل نبص كيلو ده بيسال في الرمض شابتر الكورنيا بيجي سؤال في الكورنيا المرتين بتيجي في الكورنيا اتفضل يموت بالكورنيا لا لا في لو قسمت على اللايف بيرث السؤال بقى في حاجه لو انا قسمت لو انا خدت اختراقك من شويه وقسمت في الاندر 5 على اللايف بيرث هتبقى ريت ولا ريشيو؟ قول خلي بالك من حاجه انا هقسم على اللايف بيرث سيد يير اند لوكاليتي بمعنى اخر هديك مثال هقسم العيال اللي ماتت اندر 5 في مصر 2016 هقسمها على اللايف بيرث لازم تبقى في مصر 2016 ريت ولا ريشو؟ ريشو اكيد طبعا بس الريلتي فاصله يعني بص هي اهميتها طبعا مش زي الريت اوكي اهميتها مش زي الريت اهميتها فور ذا فيوتشر بلاننج في ايه؟ انك انت العيال اللي بتموت وبتجيب قصادهم عيال الجداد السنه دي قد ايه؟ عشان تربيس في الفيوتشر اطفال قد ايه؟ اوكي؟ امسح سبوره خلاص؟ طيب نرجع تاني كنت بتكلم في ايه النهارده؟ كنت بتكلم فين؟ كنت بتكلم في المورتاليتي ريتس اتكلمنا عن الكروت ديث ريت واتكلمت عن السبيسيفيك ديث ريتس خدنا مين في السبيسيفيك؟ الايج السكس الكتاب ما شرحهاش وكانت السكس سهله اللي ماتوا من الميز عدد الميز اللي ماتوا من في الميز عدد الميز مش قصه الكتاب مش شارحها لكن شرح الكوز وات ذا كوز سبيسيفيك مورتاليتي ريت. طب عايز حد من الناس الشطار هاتوا لي مرض بيموت ده يعني
دائرية أول مرة بغير المرة كل مش فتاده من الكنسر. يلا هنحسب المورتالتي بسبب الكنسر. خلي بالكم من حاجة في الايج سبيسيفيك ديث ريتس اتكلمت عن الناس اللي ماتوا في سيرتن ايج بغض النظر عن الايه بغض النظر عن الكوس بغض النظر عن السكس بغض النظر عن الايج صح ولا غلط. لما اجي النهارده اتكلم عن الكوز فانا هتكلم الناس اللي ماتوا بسبب الكانسر بغض النظر عن ايه السكس واللوكيشن فمين خلاص براحتك انت تحط اللي انت عايزه. انا بقى عايز اخد حاجه مور سبيسيفيك عايز اخد الناس اللي ماتوا ديو تو ايج سكس كوز معين الناس الرجال الاندر 5 اللي ماتوا من الكانسر براحتك. يعني انت ايه الفكره في حاجه عندك داتا ولا لا؟ ايوه بالظبط القصه براحتك تحط المعادلات اللي انت عايزها بس الفكره في الافيبيتي اوف. طيب ناخد الكوز مرض الكانسر نقسم الوفيات وفيات من الكانسر على الناس اللي عندهم اول حاجه ما دام بتكلم في كوز بسيف ديتريك هتقسم كل الناس اللي ماتوا من الكانسر. النومينيتور سهل يا جماعه ما فيهوش فن خالص. طيب بصوا بقى هقسم الديتس من الكانسر اكمل الديفينيشن انسيرتد هقسمها على ايه بقى؟ الكيسز هقسمها على كيسز اوف كانسر بس هنا التوتال مش النيو التوتال كيسز كلها ماشي ده اقتراح. عندكم اقتراح تاني؟ على التوتال ديث بوبيليشن الناس اللي ممكن يجيلها كانسر يعني الناس اللي ممكن يجيلها كانسر عن توتال ديث صح كل الناس اللي ماتوا سواء ماتوا من ايه؟ كانسر مش من كانسر من دهريه من اي حاجه. في حاجه ثانيه قال لي ايه؟ واحد سهلها لك قال لك على التوتال ايه؟ اللي قسم لك على التوتال بوبليشن بريح دماغه ليه؟ لا ده اسهل واحد يعتمد على اسهل داتا موجوده لان التوتال بوبليشن هجيبها منين؟ او من الاستيميتد فبالتالي هتعرف تجيبها لكن ده تسهل نفسه فده اسهل واحد عندنا اللي هو الكوز سبيسيفيك سهل على نفسه ولا خلاص انا هاخد ايه؟ هاخد الناس اللي ماتوا من الكانسر على التوتال بوبليشن. برضه سؤالك عايز كانسر معين ولا كل الكانسرز؟ براحتك. هاخد الكانسر بس بس. هاخد الكانسر بلادر بس صح ولا تاني الاتريسك. خلاص؟ يبقى الاتريسك. يبقى برضه عشان ما ازعلكش اقول لك الاتريسك لان الاتريسك دي كلمه ثابته من اول الحصه عندنا ان انا كده كده لازم اقسم على الاول اتريسك. فهي ثابتة عندنا. خلاص؟ نرجع تاني. ده استسهل، خلاص. ناخد بقى الاثنين اللي عملوا شغله كويس. قال لك هقسم الناس اللي ماتت من الكانسر على التوتال كيسز اوف كانسر. ايه اللي بتستفاد بقى صح؟ الناس اللي ماتوا بالكانسر على كل الناس اللي جالهم كانسر. مش المرتاج اسمها ايه؟ الفتالتي. صح ولا لا؟ اشوف المرض قد ايه فيتال. يا جماعه لو مرض زي الريبيز 100% من اللي جالهم ريبس هيموتوا يبقى معناه ان المرض ده ايه؟ 100% فيتال يبقى عشان كده دي بتديتكت ايه؟ فيتاليتي عشان كده سموها ايه؟ دي الفيتاليتي ريت دي الفيتاليتي ريت سموها كيس فيتاليتي ريت ودي اللي انا كنت بوجع دماغكم فيها في الدروب والفود بون والانفكشن بقول لك 50% فيتال و40% فيتال و10% فيتال يعني ايه كلمه فيتال؟ يعني كل ما يجت واحد اسمها الفيتاليتي ريت عندك طبعا طب دي انديكيتيف هقسم كل الناس اللي ماتوا من الكانسر على كل الناس اللي ماتوا من حوادث من دايريه من هايبرتنشن تعرف البريورتي بتاعتك بتعالج اي مشكله الاول يعني دي بتمثل بتموت اكتر حاجه من ايه يعني انت عايز تقول ان ده بيديكيت ده بيمثل حته قد ايه في فرصه الوفيات ايوه البروبورشن بتاعتها اخبارها ايه صح ولا غلط بمعنى ايه لو النهارده عندك تورته انت خدت منها بورشن اخباره ايه؟ صغير ولا كبير؟ يعني دي بتمثل قد ايه فيها؟ صح ولا غلط؟ وبالتالي كل ما كانت بتمثل بسيكتور اكبر كل ما كانت اخطر وكل ما اهتميت بالبروجرام اكتر وكل ما ركزت عليها اكتر فسموها بروبورشنت مورتاليتي. يعني انت فاكرها ازاي؟ يبقى دي بروبورشن مورتاليتي اتفقنا؟ نفسي اقول حاجه يا رب تفهموها
This rate is indicates severity of the disease itself, whatever the location is. صح؟ And this is indicate the severity of the disease in the location, whatever the disease is. بمعنى ال HIV ك HIV الكيس بتاعتي أخبارها إيه؟ عالية. ليه؟ لأن الأولانيز مثلا الكيس 100% في مصر ولا في أمريكا ولا فين؟ مالهاش علاقة، لأن الكيس بتاعتي علاقة بالمرض، بغض النظر هو فين؟ يبقى ده المرض نفسه فيه الأرناط. طب والبروبورشن ليها علاقة بالإيه؟ باللوكيشن بتاعنا، ليه اللوكيشن بتاعنا؟ ممكن بقى الاتش اي في كمرض فيتال اه انا معاك، بس بما انه مش موجود في مصر حالاته قليله انسان، فاللي بيموتوا منه اصلا اوريدي اصلا ايه؟ قليلين جدا، فتلاقي البروبوشن بتاعته قليله لانه مرض مش موجود عندنا. يبقى ممكن الديسيز اتسلف از فيتال لكن مش موجود عندنا، فبالتالي البروبوشن بتاعته ايه؟ قليل. فهمتوا؟ عشان محتاج استخدم المعادلتين عشان اعرف المرض نفسه فيتال او نوت، والمرض على البلد عندنا خطر ولا لا. فهمتوا؟ اوكي. احنا كده خدنا ايه؟ خدنا السبيسيفيك ديث ريت بالنسبه للايدج وبالنسبه للبوس. انا عايز اديكم برضو بالمره الماتونه المرتبي عشان دول كانوا موجودين بالمره عشان ناخدهم. عندي حاجه اسمها ماتونه المرتبي. عندي مثلا مرتبط ريت وريشو. ارجع زمان ايام الام سي اتش، ايام عز الام سي اتش، واسالكم سؤال: من هي المتونة المرتبطة باي ديفينيشن؟ لا نعرف. نمبر اوف بريجننسي او ترمينيشن. يعني عايز تقول لي ما شاء الله انك انت ما شاء الله يعني بتقول لي الديثز اوف فيميلز ديو تو بريجننسي ليبر اند البوريوم في سيرتين يير اند لوكيت صح. تمام. الناس اللي ماتت في الحمل او الولاده او البوريوم سيرتين يير لوكيت اسمع على ايه؟ طبعا اسمع على الستات من 15 ل 49 فيرتايل او البريجننت ماذرز مثلا. صح. او بقول لك او البريجننت ماذرز حسب بقى الداتا اللي تعرف تجيبها دايت ولا ريشو؟ اتنين بس طبعا على كلمه علاقه ماشي. بس اقول لك لو تعرف تجيب الداتا انا معاك 100%. اوكي؟ طب ده ليه؟ مش مشكلة. حاجة تانية هقسم الداتا في بيلز في الحمل والولادة والبريبوريوم على اللايف بيرفس. ده بارت تو بارت. ريشو؟ ريشو. ريشو طبعا. طب الريت انا فاهمه واهميته فاهمه. الريشو اهميته ايه بقى؟ ميت الكير اوف مادر كير اوف مادر تولد ابنك. ممتاز. على فكره انت اللايف بيرث ممكن تبقى فرحان لايف بيرث عاليه. هو انا هستخدم بس لفظ اعتذر عن استخدامه. هو الست طول حملها منتظره ايه؟ او التعب ده كله منتظره ايه؟ لايف بيرث طفل عايش. اوكي. وتعبك انت كمان عشان خضرها برضه كده انك انت في الاخر عايز لايف بيرث. طب ممكن اسالك سؤال: في مقابل كام واحد لايف بيرث بينزل انت بتتسبب في وفاه كام؟ عشان ابقاش فرحان ان عندي لايف بيرث كتير وانا شاطر والاطفال بتيجي كتار، بس في المقابل ممكن تسبب في ايه؟ وفاه الام. يبقى انا استفدت ايه؟ البريورتي مقدمه للام ولا للطفل؟ الام طبعا. الام طبعا. الفكره في حاجه: انت النهارده في البري كلامسه والكلامسه بتعمل ترمينيشن اوف بريجنسي وتموت الطفل، لو حسيت ان الام ايه؟ هيحصل لها حاجه. فاهم ازاي؟ فالبريورتي الام. فلذلك ما بقاش فرحان بلايف بيرث جايين كتار وفي الاخر الامهات بتموت كتير. يعني فرحتي جايب لي 80 طفل عايش اللي كانت مكتوبه من شويه وماتوا قدامهم 30 ام، ده مأساه. اوكي. يبقى عندك مشكله في الماتيريال بروجرام ده. اوكي. فهمتوا؟ ده الماتيريال مورتاليتي ريت وريشيو. كده خلصت المورتاليتي. سهل المورتاليتي. يبقى احنا خدنا في المورتاليتي كروت ديث ريت وخدنا الايج سبيسيفيك ديث ريت وخدنا الكوز سبيسيفيك ديث ريت عندنا. انا كده خلصت المجموعه الثانيه اللي هي المورتاليتي. هاخد المجموعه الثالثه اللي هي مين؟ فرتي. سهلة؟ حاسة تقص بسرعة جدا.
فرتيتي اللي هي ايه؟ فرتيتي هي ايه يا جماعة بالعربي؟ الخصوبة. دي هقسم ايه على ايه؟ النومينتور بتاعها السهل ايه؟ ها؟ صح ولا طيب انا عندي اقتراح، اقسم اللايف بيرثس. انا عايز اقسم بقى البيرث ريت صح؟ واحد قال لك هتقسم البيرث ريت، الموضوع سهل جدا. اقسم اللايف بيرث انسيرت نيان لوكاتي، اقسمها على الميد يير بوبيليشن ان ذا سيم يير لوكاتي مضروبه في الكونستنت. عرفوا في الريت ده؟ سهل جدا، اقسم المواد على السكان صح؟ بس ده اسمه ايه؟ بيرث ريت. كروت بلا يبقى اسمه كروت بيرفكت صح؟ يبقى ده الكروت بيرفكت المواليد على عدد السكان. كروت بيرفكت ده كروت انا سبيسيفيك، يبقى هاخد عندنا حاجه اسمها ايه؟ سبيسيفيك بيرث ريت. يبقى هاخد سبيسيفيك ريتس. نمسك بقى السبيسيفيك ريت ده اول معادله. تاني معادلة واحد فكر في حاجة، قال لك بدل لو عايز تحسب فردية الجد وخصوبة بتقسمها على الـ population. الـ median population اللي فيهم ايه؟ أطفال صغار أصلاً وفيهم رجالة وفيهم عواجيز صح؟ فلو عايز تبقى لوجيك أكتر أقسم، لو عايز تحسب فردية دي تقسمها على مين؟ على الستات اللي ممكن يخلفوا لهم من سن كام؟ 15-49. فأنا هتفق معاك على حاجة، هقسم المواليد اللي هم اللايف بيرثز، ما انا كده حسب اللايف بيرثس على الفيميلز من 15 لغايه 49. طبعا اكمل المعادله ان ذا سيرتن لوكاتي ان ذا سينيور لوكاتي. خلاص دي سموها جنرال فيرتيليتي ريت. انا بيني وبينك دي الفيرتيليتي ريت الحقيقيه بنقسم، لان لو عايز اشوف الناس اللي هتخلف فعلا هم الستات صح ولا مش كل الستات اللي من 15 لغايه 49، بس ستيل رغم دي فيرتيليتي ريت حلوه سميتها جنرال. ليه سميتها جنرال؟ دي برضه مش سبيسيفيك قوي اللي انا عايزها، لان عندي مشكلتين في الفتره دي. وهي ايه؟ ايه المشكلتين الحقيقيين في 15 لغايه 49؟ المشكله الاولى ان مش كلهم متجوزين. لا ما هتصعب الدنيا، ما اتجوزتش ما خلفتش وخلفت وولدت ابورشن هتبقى الدنيا صعبه، يعني خلينا نقول انهم ما اتجوزوش عشان بس ما نصعبش علينا الدنيا. وفي مشكله ثانيه ان الايتش باترن هنا مختلف قوي. اكتبولي من 15 لغايه 49. طب 15-16-17 دي لسه اصلا ما خلفتش خالص. طب 47-48-49 تقريبا برضه خلاص مش هتتجوز عندنا. طيب 21-22-23 ها ده سن الخفه مثلا، ده البيك عندنا 25-26-27 ده سن البيك. فلاقي انك انت لما خدت من 15 لغايه 49 ده سكيل كبير قوي صح؟ يبقى السكيل الكبير عندنا مش كل القصه عندنا. اوكي؟ طيب بصوا معايا هنتفق مع بعض على حاجه. انا عايز احل المشكلتين دول، عندي مشكله المرض وعندي مشكله الايج. مشكله المرض سهله قوي، هقسم ايه؟ اللايف بيرثز ان سيرتن يير اند لوكاليتي على ايه؟ على المرض في ميلز من 15 لغايه 49. ايه رايك في المعادله دي؟ مور سبيسيفيك. دي المعادله دي اس مور سبيسيفيك، لان قسمت لي فعلا على المرد في ميلز عندي. اتفقنا؟ يبقى قسمت لي على المرد في ميلز عندي. طيب ودي سموها فيكانتيتي ريت اللي هو الجواز. ايه رايك في المعادله دي؟ مور سبيسيفيك، بس عيبها ايه؟ اصعب في الداتا وستيل عندها مشكله الايتش. طب عايزين نحل مشكله الايتش هنعمل ايه؟ هناخد من 15 لغايه 49 سنه، هقسمهم لكم خمس سنين، من 15 ل 19، من 20 ل 24، من 25 ل 29، من 30 ل 34، هنصور لغايه سنه 49 سنه. كل خمس سنين لغايه. وهحسب لكل فتره من دول الفيرتيتي باتر بتاعتها. ناخد من 15 لغايه 19، احسب الفيرتيتي في الفتره دي ازاي؟ لايف بيرثز كلهم الايج بالظبط، اللايف بيرثز
أفضل من إيش؟ الستات من 15 لغاية 19 على؟ عددهم عدد الفيمينز من 15 لغاية 19 صح؟ دي فرتيلتي ريت برضو؟ اه؟ بس الجنرال؟ لا إيش سبيسيفيك إيش سبيسيفيك ممتاز 100% عشان كده سميناها إيش سبيسيفيك فرتيلتي دي المعادلة رقم 4 الإيش سبيسيفيك فرتيلتي يبقى المعادلة رقم 4 اسمها Age Specific Fertility اتفقنا؟ ايه رأيكم؟ لما احسب من هنا ودي 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 اطلع بالكونكلوجن يقول لك والله الفرتيتي قاعدة في الفترة دي يبقى لو هتركز على الفيرمي بلانينج ركز على الفترة دي مثلا فور اكزامبل يبقى طلع لك البيتا من الفرتيتي اعلى في اي حاجة فهمتوا الأربع معادلات؟ اوكي؟ المعادلة الخامسة والأخيرة حاجة اسمها التوتال فيرتيليتي ريت دي بقى ديفينيشن مش معادله مش عليكم طريقه حساباتها اقول لكم بس الديفينيشن بتاعه لا دي هي طريقه كالكوليشن مش مهم عليكم اوكي بس بتحسب من دي بس اقول لك فكرتها ايه لو انا جبت سيده مصريه من سن 15 لغايه سن 49 سنه الست المصريه في الفتره دي كلها وسالتها سؤال انت يا ترى بتخلفي النهارده كام طفل على مدار حياتك في ستات تقول لك انا بخلف ستة في ستات بتخلف أربعة في ستات بتخلف اتنين في ستات اصلا ما بتخلفش ما بتخلفش ما بتتجوزش او فرتيتي او تفر القصه يعني المتوسط بتاعهم كده ما هم اسمع لا ليها طريقه حسابات من ايه سبيسيفيك فرتيتي في النهايه ده الكونسبت عايز اوصل لك عليه ان التوتال فرتيتي ريت هو الافريج نمبر اوف تشيلدرن الفيميل اللي هجيبهم الفيميل من سن افريج بير مادر من 15 لغايه سن 49 هو الافريج براكتيكال افريج يعني ثيوريتيك يعني طبعا يعني الافريج بتاعنا في مصر 3.5 مش معنى ست بتخلف 3 عيال ونص زي ما قلنا امبارح يعني كل 10 بتخلف 35 طفل ودي حاجه رقم حقيقي في مصر وحتى اتكلمنا عليها امبارح قلت لك التوتال فيرتيلتي ريت انت بتحب يكون 2 بوينت حاجه عشان ده اللي هيعمل له ريبليسمنت للايه؟ للبيرنتس في الفيوتشر لكن لو اتنين بالظبط البوبوليشن هيقل طب فوق التلاته البوبوليشن هيزيد صح ولا غلط؟ طبعا هنا الحسبه بتاعتها بتحكم معاها مين تاني عشان تحسبها المورتاليتي ريتس صح ولا غلط؟ لان انت بتحسب المورتاليتي ريتس اللي هتموت قد ايه؟ على مدار حياتها لكن انت عندك المورتاليتي ريتس في العيال الصغيرين ولما يكبروا اتسون فبتدخل المورتاليتي ريتس معاك في حساباتك لان لو ما كانش عندك مورتاليتي ريتس خالص كنت قلت لك خلي التوتال فيرتيلتي ريت 2 يبقى الموضوع سهل اتنين هيمشي واتنين هيجوا اتنين هيمشي واتنين هيجوا فهيصير البوبليشن ثابت لكن طول ما انت عندك مورتاليتي فانت بتزود فوق الاتنين بمعادلات المورتاليتي اللي عندك فكل معادلات المورتاليتي عندك زادت كنت محتاج تزود على الاتنين وشويه اتفقنا؟ يبقى التوتال فيرتيلتي من غير طريقه حساباتها عندكم هي الافريج نمبر اوف ذا تشيلدرن اللي هتخلفهم الفيميل على مدار حياتها من 15 لغايه سن 49 سنه اتفقنا؟ سهله كده يا شباب؟ سهله كده فهمناها؟ كنا خلصنا ايه لغايه دلوقتي؟ كده خلصنا المورتيتي والمورتيتي والفيرتيتي ريتس عندنا. حد يسأل سؤال؟ اوكي؟ طيب نرجع للكتاب. ارجعوا للكتاب على صفحة 61. في صفحتين الكتاب زودوا بالسنة دي، احنا خلاص اللي احنا فاتناه ده كله خلاص خلصنا الكتاب الزياني تزود صفحتين والدكتورة بتحب تجيبهم في الأسبي في صفحتين زيادة بتحب تجيبهم في الأسبي اللي احنا سميناها الـ Healthcare Statistics دول زودتهم السنة دي اللي هما ثلاث حاجات Hospital Utilization والDeath Rates وحاجة اسمها Hospital Acquired Infections نتكلم عنهم واحدة واحدة دول سهلين Hospital Utilization يعني ايه Hospital Utilization نمسكهم دي برضه مجموعة معادلات النهاردة احنا فاتح مستشفى يا ترى المستشفى مستغلة استغلال كويس ولا بيجي لها عيادين كتار ولا لا؟ بنستغل السراير اللي فيها والناس بتبات فيها ولا لا؟ بنعمل عيادات فيها ولا اول حاجه اسمها افريج لينث اوف ذا ستي، يعني ايه كلمه افريج لينث اوف ذا ستي؟ يقعد قد ايه في المستشفى؟ يقعد قد ايه في المستشفى؟ تحسبها ازاي؟ اول ما دخل حتى بتحسب كل العيادين عددين ممكن اسالك سؤال عشان تعرف الافريج لينث اوف ذا ستي العيان بيقعد متوسط كام يوم في المستشفى؟ تحسبهم ازاي؟ دخول وخروج هو مش كل عيان بيقعد عدد معين من الليالي في عيان بيقعد 2 3 4 طب ممكن نجمع الليالي كلها لسه ما حددنا
ونقسمها على عدد الايه؟ العيانين. تاني تاني تاني، انا عندي 10 عيانين دخلوا المستشفى، في واحد قعد يومين، قعد اربعة، في واحد قعد يوم واحد، في واحد قعد سبعة ايام. اجمع عدد الايه؟ الايام، واقسمهم على عدد العيانين، يطلع معاك متوسط العيان بيقعد قد ايه في المستشفى. يبقى تاني التوتال لينكس اوف ذا ستاي اوف ديسشارج بيشنت، يعني قعدوا عندنا قد ايه؟ اتفضل. لا 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 لا، انا بكمل الانبيشنت بس، اوت بيشنت ده بيشوف وبروح. اوكي، بكمل الانبيشنت اللي هبات معاك. يبقى التوتال لينكس اوف ذا ستاي، كل الليالي الناس قعدتها، على التوتال نمبر اوف ديسشارج بيشنت. طبعا ديسشارج اوت ديثس، يعني 10 عيانين دولت اللي عندي في منهم خرج روح خف ومنهم مات، يعني في الاخر هم كانوا 10 عندي في المستشفى. يبقى دي سميناها الايه؟ الافريج لينكس اوف ذا ستاي. نفسك تزيد ولا تقل؟ تقل. ليه؟ لا مش بس كده، وجود العيان فتره اطول يعرضه اكتر لهوستل اكوير انفكشن. طب اللي بعدها حاجه اسمها بيد تيرن اوفر. يعني ايه كلمه بيد تيرن اوفر؟ بتغير اداء السير. بتغير اداء السير، تعرفه ازاي؟ شوف عدد العيان السير معاك. لا مش انا في الاخر افريج. في الاخر افريج صح ولا غلط؟ يعني عندك مستشفى 100 سرير، تعمل ايه؟ خلينا ناخد شهر، خلينا ناخد اكزامبل شهر، شهر ديسمبر اللي احنا فيه. احسب ازاي البيت تيرنوفر في ديسمبر؟ موضوع سهل. كم بيشنت دخل المستشفى في ديسمبر على عكس كم بيشنت دخل وخرجوا؟ اصلا خرجوا ماتوا او خرفوا. يبقى بص على الديفينيشن، النمبر اوف ديسشارج بيشنت ان بيريد في شهر مثلا معين على الافيلبل بيتس. طيب ان بيشنت بيد اوكيبنسي برسنتج، يعني ايه ان بيشنت بيد اوكيبنسي برسنتج؟ نسبة الإشغال في المستشفى حسبها ازاي؟ عدد الـ patients موجودين، عدد الـ total number of beds. تاني عايز اعرف نسبة الإشغال عندي، اخبارها اخبارها ايه؟ احسبها ازاي؟ بسألك سؤال، لو انا خدت مدة شهر 30 يوم، خلاص؟ عندي حاجة اسمها 30 يوم مدة مثلا، المستشفى فيها كم سرير؟ فيها 20 سرير مثلا، في 20 سنة 20 بنت. ايه الماكسيم كباستي في المستشفى؟ كم ليلة؟ تاني انا عندي 20 سنة في المستشفى والشهر 30 يوم، انا بستخدم مدة معينة. يبقى لو انا النهاردة مكلي المستشفى مفيش قرن ابرة فاضية 600، عرفت ازاي؟ ان انا كل يوم من 30 يوم عندك 20 عيان، او عندك 20 عيان مقيم، يبقى عندي دول 600. 600 دي بتسميها، دي بنسميها ايه؟ ده الماكسيمم اوكيبنس، ده الماكسيمم اوكيبنس اللي هو انت كل يوم في عيان على سرير في ال 20 سرير. ده عرفت ازاي الماكسيمم اوكيبنسي؟ عدد الليالي ب 600 اللي هو نمبر اوف ايه؟ نمبر اوف بيتس تايمز نمبر اوف دايز. طيب ممكن اسالك سؤال، ده الماكسيمم، عشان احسب بقى الاكشوال بيت اوكيبنسي بنقسم ايه؟ على نمبر اوف، ده الماكسيمم، قاسم ايه بقى؟ ايه الماكسيمم؟ ها الدايز بقى اللي انت استخدمتها، يعني الديز اللي استخدمتها؟ عشان انا كنت من شويه كنت بقول لكم ان في عيان قعد 3 ايام، في عيان قعد 4 ايام، في عيان قعد 5 ايام، صح ولا لا؟ وعيان قعد 10 ايام، احسب عدد الليالي على دول العيانين. طلع مثلا عدد الليالي على دول العيانين 400. عمرهم ما يوصلوا وعمرهم ما يعدوا 600، فاهمين قصدي ازاي؟ ده الماكسيموم بالنسبه لك، هم 600 اقل. فاذا بحسب ايه؟ عدد الليالي اللي العيانين قعدوها عندنا. عدد الليالي اللي قعدوها لكل عيان قعد يومين، وده قعد 4، اجمع 2 و4 8 سبعة وواحد، اجمع الليالي دي كلها تطلع معاك 400 500 200 100 زي ما يطلع الرقم معاك، اقسمه على 600 اللي هو الماكسيمم بالنسبه لك. يبقى الانبيشنت بيت اوكيبنسي برسنتج هو التوتال نمبر اوف بيشنت دايز. عارفين يعني ايه بيشنت دايز؟ عدد الليالي اللي هو كل عين قاعد كام ليله، بجمعهم كلهم على النمبر اوف انبيشنت بس مضروبه في ايه؟ في الدايز اللي انا بقيس عليها الستار، شهر سنه وات ايفر بتقسم عليها. فهمتوها ولا؟ أقولها تاني. لو افترضنا عندك إنك أنت عندك، خلينا أقول الإكزامبل الأسهل، إن ويك، إن ويك، في أسبوع واحد. لو عندك أسبوع وفي عندي 10 سرير في المستشفى. لو أنا كل يوم الـ 10 سرير مشغولين عليهم معينين، يبقى في نهاية الأسبوع إيه الماكسيمم اللي هوصله؟ 70 ليلة، 70 ليلة اللي هو بيشنت دايز، ده الماكسيمم اللي أنا هوصله. طب عرفت إزاي الماكسيمم؟ ضربت عدد السرير اللي هم 10 في المده اللي انا بدرسها ليه اسبوع، يبقى 10 77. طب تعالوا مع بعض هنمسك النهارده، انا خلال الاسبوع اللي هخلي كام عيان؟
يخلي خمس عينين، عين قاعد يومين، عين قاعد ثلاث ايام، عين قاعد يوم واحد بس، عين قاعد 10 ايام. اجمع الليالي دي كلها 53 ليله. اللي انا قعدت فيها على مدار الاسبوع ده كله 50 ليله، دي اسمها البيشنت دايز، اللي هو كل عين قاعد قد ايه؟ ال 50 ديت قسمها على كام؟ على ال 70 تطلع 80%. معنى كده ايه؟ ان المستشفى كانت مشغوله بنسبه كام؟ 80%. يبقى ستيل كان عندك فرصه انك كده تدخل كام؟ 20%. سهله كده؟ طيب. حط الخاين والمستشفى تبقى دايما 100%. 90%. ليه؟ طيب الديث ريتس الهوسبيتال ديث ريت سهله قوي. الهوسبيتال ديث ريت حد يقولها لي ازاي؟ دي اسمها باين هوسبيتال ديث ريت. عدد الناس اللي ماتت في المستشفى على البيشنت اللي خرج من المستشفى سواء ديشارج او ديث. يعني انت النهارده كنت داخل لك على مدار الشهر 100 عيان مات منهم 3%. سهله جدا دي. طيب سيرجيكال ديث ريت بوست اوبرتيف ديث ريت موضوع سهل جدا. ها عدد الناس اللي ماتوا من العمليات على عدد الناس العمليات بس اللي ماتوا من العمليات بعدين 10 ايام لان بعد 10 ايام غالبا الوفاه مش بسبب الجراحه بسبب حاجه ثانيه. يبقى عدد الناس اللي ساووا ماتوا من العمليات بعدين 10 ايام على كل الناس اللي كانت عملت عمليات. طب انا انستيزيا ديث ريت عدد الناس اللي انستيزيا على عدد الناس اللي اخذوا انستيزيا. ماشي هوسبيتال اكوارد انفكشنز سهله جدا بقى دي. الناس اللي جالهم مستشفى اكوارد انفكشن على الناس اللي دخلوا المستشفى. هو مش دخل بقى عشان تبقى ذكي خرج. يعني اذا كنت دخل وخرج ليه؟ لما يكون دخل لسه ما خرجش فلسه ما جالوش انفكشن. دايما انا بقسم على اللي خرج يعني قعد معايا الفتره كلها ومشي. طبعا خرج سواء خرج خف او خرج مات. ماشي. طيب بوست اوبرتيف انفكشن ريت الاسم يا جماعه مو الاسم مش محتاج فن. بوست اوبرتيف انفكشن ريت ها الناس اللي جالهم انفكشن بوست اوبرتيف على كل اللي عملوا عمليات. يبقى عدد الناس اللي عملوا عمليات في الفتره. سهله كده يا شباب؟ سهل الشابتر ده؟ طبعا ده الشابتر ده تقري امتى؟ قبل الاصل. النهارده الشابتر ده لو اتقرا الاسبوع الجاي راح. الشابتر ده النهارده لو سمحت. اوكي؟ كده خلاص اتفضل. هقول لك على حاجه. كله في ساوند. اوكي؟ عايز اتفق معاك على حاجه بس ما تزعلش. الهيدر في 100 او في ساوند ده نفس الرزق. ليه؟ الهيدر في 100 هيطلع معاه 2%. الهيدر في ساوند هيطلع معاه 20%. تسيل. بالنسبه لي تسيل. انا بضرب الفرق بين البسط والمقام. اوكي؟ يعني حسب الفرق بينهم قد ايه. يوجوالي القاعده بتقول ده هيدر في ساوند اكسبت. اغلبهم في 100. لا ساوند. اوكي؟ في النهاية هتقول لك على حاجة أغلبهم في ساوزن إلا لو حسيت إن الفرق بين النوميتر والديميتر كبير قوي أصلا أقدر لو أنا حامل ساوزن أو الفرق بينهم بسيط جدا فضل في 100 في النهاية مش مشكلة لو عرفت يعني خلينا في ساوزن الأغلبية. أوكي في الامتحان غالبا بتبقى أرقام قليلة فبتاعي ضرب 100 لأن هو ما بيجيش أرقام كبيرة في الامتحان لكن في الفورمولاز عندنا بتبقى أغلبيتها في ساوزن اوكي في النهايه ما تتخضش ضربت في 100 ضربت في 100 في نفس الرزق بس المهم يا جماعه في حاجه مهمه بقى الناس اللي مهمه قوي بليز ضربت في 100 لين تقولي لي بيرسنت ضربت في 1000 تقول لي ايه بير 1000 عشان تبين انك انت ضارب في ايه اوكي لكن حاجه تقول لي 20 بس لا 20 بير 1000 2% اوكي ماشي بس توضح لي عشان بيصحح يبقى عارف انك ضارب في 1000 او ضارب في 100 اوكي طيب كده خلصنا فهمت خلاص انت خلاص طب احنا كده خلصنا خلاص احنا بنسجل هنا